معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، الفاحشة الزنا، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أنفلونزا الطيور، أنفلونزا الخنازير، مرض الإيدز، كلها أمراض لم تكن معروفة من قبل. خلال أسبوع من 200 إصابة إلى 2000 إصابة، هي أول علامة من علامات اقتراب الساعة. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، يتباهوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان، وهذه الكلمات تعني الغش بالمكيال، بالوزن، بالأطوال، بالمساحات، بالسعر، بالصفات، بمصدر البضاعة، كل أنواع الغش تدخل في هذه الكلمات البليغات من سيد الخلق وحبيب الحق: ولم ينقصوا المكيال والميزان. إلا أخذوا بالسنين، بالقحط، بالجفاف، وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء، وكلما اتسعت معشر المهاجرين